أحيت عروس المصايف علي معرضها الصيفي التجاري في قلب السوق بحضور أهالي المدينة ورئيس بلديتها وجدي مراد ومحافظ جبل لبنان محمد مكاوي وبمشاركة فريق النادي الرياضي. بتشكر أهل علي على هالاستضافة، وصدقني لو ما كنت معزوم كنت حاطلع أنا مني لحالي مع أصحابي لنحتفل بيننا وبين أهلنا بعلي. بتشكرهم على دعمهم للرياضة. كل مهرجان عم بصير وكل معرض وكل حدث عم بصير ما عم بيكون هو محطة منفصلة، عم بيكون هو ضمن سلسلة بتتطور من سنة لسنة وبتكمل. نتأمل من هي علي وقت ما هي ترجع تعيش الصيفية، المنطقة كلها هون بترجع الصيفية فيها بتحلو، لأنه علي هي العاصمة وهي اللي بدها تقود الخطار. رغم الوضع الأمني الذي يسيطر على البلد، شهد المعرض ارتفاعا في نسبة المشاركة مقارنة بالعامين الفائتين. علي مدينة موجودة فوق بيروت، مصيف حلو، تاريخها معروف، تاريخها مشرف بكل الأمور من كان سياحية أو غير سياحية. فاليوم المدينة استعادت وبدأت استعادت دورة مثل ما كان. عدد كبير من التجار شارك في المعرض ونصبت الخيم على طول الطريق العام، تضمنت المأكولات والمشروبات والسلع التجارية على أنواعها. وقد جالت كاميرا الأنباء في أرجاء المعرض متحدثة إلى المشاركين. حلو كبير مهضوم، في ناس، في من غير مطارح نتعرف على كتير ناس، نتعرف على كتير اشياء. هو كل سنة بيتميز يعني بشي جديد وهيك، وحتى في اشياء مهضومة عم بتصير. بصراحة كتير حبيت، كتير كبير وحلو هالمرة، وعن جد ناجح كتير حسيته. مهرجانات واحتفالات ومعارض فنية وثقافية اليوم ككل ايام الصيف تتألق علي عروس المصايف، وهي كالعادة على عرش السياحة اللبنانية. فراس خداج، الأنباء.